بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من حكاية نجم. أهلا وسهلا بحضراتكم، ويتجدد موعدنا من جديد مع نجم جديد. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير عليك يا مي. مساء الخير عليك يا محمد، ومساء الخير على مشاهدين برنامج حكاية نجم. وزي ما عودناكم كل حلقة حكاية نجم جديد، ولكن النهاردة هنستكمل حديثنا المنقطع في الحلقة السابقة عن النجم الزئبقي محمد بركات. طبعا الكابتن محمد بركات اللي اتولد في 20 نوفمبر عام 1976 بمحافظة القاهرة، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي السكة الحديد، وتألق مع نادي السكة الحديد، ثم انتقل إلى نادي الإسماعيلي، وتألق أيضا مع نادي الإسماعيلي في مواسم 1999 و2000 و2001 و2002، وفاز مع نادي الإسماعيلي ببطولتي دوري مصري وكأس مصر. ثم انتقل محمد بركات بمبلغ قياسي موسم 2002-2003 للأهلي السعودي، واستطاع الوصول إلى نهائي الدوري السعودي، وقد قدم موسم رائع، ولكن لم يحالفه الفوز بأي إنجاز محلي بالرغم من وصول فريقه أهلي جدة إلى جميع النهائيات المحلية في ذلك العام. كما أنه فاز مع أهلي جدة ببطولة الأندية العربية الموحدة لموسم العام 2002 في يناير 2002 عفوا يناير 2002 وسجل هدف المباراة الوحيد، واستضاف أهلي جدة المباراة أمام الأفريقي التونسي، وفاز بها أهلي جدة، وسجل هدف المباراة الوحيد محمد بركات. ثم انتقل في الموسم التالي 2003-2004 لنادي العرب القطري، ولعب معهم، ولكن الإصابات منعته من استكمال مشواره التاريخي، لينطفئ توهج بركات وتشمت الأقلام الصحفية فيه في ذلك الوقت، ووصفوه بالموهبة التي أحرقت نفسها. ثم رحل محمد بركات عن قطر، وانتقل بركات في موسم 2004-2005 للنادي الأهلي بعد إصرار المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه مع التعاقد معه، وبدأ رحلة التألق والإبداع، وحقق مع النادي الأهلي 7 دوري مصري وثنائية كأس مصر و6 مرات كأس سوبر المصري و4 سوبر أفريقي، وأيضا 5 بطولات من دوري أبطال أفريقيا. أما مع منتخب مصر، ساهم محمد بركات في حصد لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2006، وكان أحد نجومها باعتراف النقاد والخبراء، وهي ذات الأقلام التي انتقدته وقت تعاقد النادي الأهلي معه. بركات يعتبر أول لاعب مصري يحصل على جائزة أحسن لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية، وأحسن لاعب محترف داخل القارة السمراء 2005 أيضا، كما تم ضمه للتشكيلة الرئيسية لمنتخب أفريقيا قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 التي استضافتها وفازت بلقبها مصر. ولم يشارك في بطولتي أفريقيا 2008-2010 للإصابة والاستبعاد الفني على الترتيب، ولكنه عاد للمشاركة مع منتخب مصر أمام منتخب الجزائر في المباراة التي أقيمت في مصر، وفازت بها مصر هدفين مقابل لا شيء. وهنا كان اعتزال الدولي لمحمد بركات، ثم قرر اعتزال النهائي عام 2013. وطبعا نخرج خارج سياق البرنامج لنبارك للنادي الأهلي بطل أفريقيا لهذا العام بعد استحقاق ومجهود وتعب، والأهلي يتوج في موسم تكليل منظومة ولعيبة وجهاز فني وإداري وطبي ومجلس إدارة، ومن قبلهم جمهور عظيم كل يوم بيصنع ملحمة تاريخية في حب كيان. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، كالمعتاد الأهلي بطل أفريقيا. نعم، غابت الأميرة السمراء عن النادي الأهلي 7 سنوات، ولكنها تعود إلى بيتها الذي عاشت فيه 9 سنوات ليفوز الأهلي بأفريقيا، حلم شعب وجمهورية النادي الأهلي. باختصار، اهتزت مصر الرفاق في ليلة التتويج، وكالعادة بطلها الأحمر. مليون مبروك لجمهور الأهلي العظيم، ومبروك خاصة لرجل عمل في احترام، عمل في صمت، ونال حب الجماهير كلاعب، وجاء وقت العشق كرئيس لجمهورية النادي الأهلي. حرب وظلم، ولكن أثبت أنه الأفضل بعد دوري 2018 الأصعب في عهده، ويعود باللقب غائب وصعب ليضرب موعد جديد في قلوب الجميع. مليون مبروك كابتن محمود الخطيب، تستحق وعملت فنلت، وأن النجاح اللي بتستمتع به في الوقت الحالي هو نتيجة الثمن الذي دفعته في الماضي من عمل ومجهود وتعب، وبالعمل نخرج النار من الحجارة. طبعا كانت فرحة كبيرة جدا من جمهور النادي الأهلي، وهنرد الفرحة في الشوارع بعد المباراة، وبالفعل يعني اللي قال جملة اهتزت مصر الرفاق هو أبدع في الوصف. هنرد الفيديو ونرجع لحضراتكم تاني. Thank you.
لقطات تحتوي على بهجة واحتفالات وكأنها فرحة 7 سنين في ليلة واحدة، ليلة تتويج الأهلي بالبطولة الأعظم في تاريخه، ونتمنى له المزيد من البطولات وتحقيق الأرقام اللي بيتفوق فيها على نفسه. طبعا لقطات جميلة جدا وفرحة كبيرة، حقيقي الفرحة حلوة في كل مكان في مصر، في الفيصل، الجيزة، في تفانة عزب، زفتة غربية، في كل الأماكن اللي عرضناها، وفي أماكن كتير جدا يمكن كمان شبين الكوم، ونتمنى أن تدوم الفرحة والسعادة دائما. ولكن أنا بصراحة مش عارف أبارك للأهلي على إيه ولا إيه، يعني أهم 3 بطولات يحققهم صاحب الانتصارات. مبروك كابتن محمود الخطيب، والأكثر رياضي في العالم حصل على بطولات في كرة القدم مع فريق واحد، لاعبا وعضو مجلس إدارة ونائب رئيس ثم رئيسا. والله يا محمد عقبال ما جه وقت الحلقه علشان نبارك للاهلي، كان الاهلي حصل على لقب ثالث لانه لا يشبع من البطولات، ليزيد بطوله الى القميص المزين بالبطولات. وطبعا ما ننساش نقول لجماهير الزمالك هارد لك وعملتوا اللي عليكم، ولكن كانت للاهلي. وبكده كانت نهايه حلقتنا، ونشوفكم على خير في حلقه جديده من حكايه نجم. سلام.